الشخص الروحي يشعر أن حياته ملك للناس. ربنا أعطاه هذه الحياة لخدمة الناس ولإسعاد الناس. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في الظروف الحاضرة التي يضطرب فيها الناس وتوجد مظاهرات في أماكن متعددة، والبعض قلقانين، فأنا أريد أن أكلمكم عن القلق. عارفين يعني إيه قلق؟ إنسان قلقان يعني مش مطمئن، الأفكار بتلف وتدور في مخه وكلها أفكار سوداء وصعبة. القلق مصدره الخوف والشك وتوقع الشر، والقلق والخوف يمشوا مع بعض، سبب ونتيجة. يعني القلق يسبب الخوف والخوف يسبب القلق. وأيضا من ضمن أسباب القلق عدم الثقة بالنفس وعدم الثقة بالناس. أحيانا تعجبني عبارة داود النبي حينما قال: إن يحاربني جيش فلن يخاف قلبي، وإن قام علي قتال ففي ذلك أنا مطمئن. يعني لا جيش ولا قتال يهزوك. الشخص اللي بيقول انه الآن يبقى مش ما فيش شك ان في ضعف في شخصيته. ساعات القلق بيجي من سبب داخلي وساعات بيجي من أسباب خارجية. السبب الداخلي يعني إما الخوف وإما صغر النفس، زي عيل صغير كده يبص يلاقي اللي جنبه بابا ولا ماما يعيط، جرى له حاجة ما جراش حاجة، لكن الآن إزاي هو واقف لوحده وما فيش معين جنبه لا أب ولا أم. أو زي أم بنتها تغيب عن ميعاد رجوعها للبيت فتقعد قلقانة، يا ترى البنت جراها حاجة، دي بنت جميلة وحلوة، يكونش خطفوها العكسة، ايه التفكير ده؟ تقعد قلقانة وتفضل قلقانة لغاية لما ترجع البنت للبيت. هنا سبب آخر للقلق، وهو التركيز على نقطة واحدة لا غير.
مفروض الواحد يكون عقله واسع. اتأخرت مش بسبب حد خطفها، جايز كانت عند واحدة صاحبتها، جايز انشغلت في اجتماع، جايز جايز جايز، لكن ما نركزش على نقطة واحدة وتسبب القلق. أو جايز القلق يأتي من ضيقة لا يجد لها الإنسان حلا، يبتدي بقى في تخيلات وتصورات، وجايز يحصل وجايز يحصل وجايز يحصل، وكل ده يسبب له القلق. مفروض مثل هذا الإنسان يكون عنده شوية إيمان إن ربنا ممكن يخش في الموضوع ويحل هذه الضيقة. أو بنت تأخر زواجها، مفيش إرسال، وخصوصا مع البطالة التي تعاني منها كثير من الدول، أصبح مفيش واحد عنده فلوس يخطب بيها أو فلوس يجيب بيها شقة أو فلوس يكلف بيها زواج أو فلوس يصرف على زوجة، فبتتأخر سن الزواج. وتقعد البنت قلقانة، يا ترى هيجي حد ولا مش هيجي؟ وكل ما يضرب جرس البيت يقول ايوه يمكن هو واحد يكون جاي. وبعدين تقعد قلقانة، طب ايه السبب اللي ما خلاش فيه عرسان يجوا؟ وتبص في المراية، يا ترى وشي من النوع اللي ما يجيبش عرسان؟ وكلما يكبر السن يزداد القلق. أنا فاكر وأنا أسقف سنة 63، يعني من قيمة 47 سنة، كنت بروح أسابيع نهضة في بعض البلاد، أسبوع بحاله عزاد وأرجع على اجتماع يوم الجمعة، كان اجتماع يوم الجمعة زمان. فكنت بلقى العظة بالليل، وفي الصباح يجوا ناس إما يطلبوا توجيه في موضوع معين، أو يعترفوا، أو يكون اجتماع ترتيل أو غيره. فمرة جات لي بنت تحكي لي إشكالها، قالت لي كل ما يجيني عريس يمشي وما يرجعش تاني. قلت لها وبعدين؟ قالت لي بخاف من اي عريس يجي، احسن تتكرر المشكله. ساعات اهلي يقولوا لي لازم تقابلي، فانزل قبل العريس وانا مضطربه وخايفه لئلا يمشي وما يرجعش. قلت لها طب يا بنتي، ما هو الخوف والاضطراب ده يخليه يمشي، انت لازم تخلي عندك امل وتتكلمي وانتي رايقه معاها قوي، حتى لو مش
يبقى خد منك شوية رواقة قبل ما يمشي. ساعات القلق يأتي من خطية كبرى يخاف الواحد انها تنكشف، تجيب عقوبة، تجيب فضيحة. مثلا خطية القتل، واحد قتل واحد ما فيش اثار، يقعد القلق يلعب فيه، يا ترى وجدوا اثر يدل عليا، يا ترى انا نسيت حاجه، يا ترى يا ترى. ولذلك قال بعض علماء النفس ان القاتل احيانا يمر على مكان الجريمه بضعه ايام يشوف يا ترى في أخبار ولا لا. أفتكر قصة قريتها زمان، يعني يمكن من 70 سنة، 75، قصة لطيفة جدا. ولد عايش مع عمه، شاب عايش مع عمه، وعمه ملهوش غيره. المهم ان جاله فكره، عمه ده مش راضي يموت، مش راضي يموت لان هو الوريث الوحيد بتاعه، ففكر ان يقتل عمه. وهو عارف ان القاتل جايز يترك اي اثر لعدم الحرص، فهو قتل عمه وقعد يبص في المكان حتة 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 لغاية لما اتأكد تمام ان مفيش اثر. المهم ان الناس عزوه، فعمه لان عارفين ان عمه كان بيحب الشاب ده، وهو ماشي في السكة قبله ضابط بوليس، فضابط البوليس بيقول له أحب أن أعزيك في عمك، وده كان راجل طيب وكل الناس بيحبوه وهو كمان كان بيحبك. قال له أشكرك وكتر خيرك. وبعدين بص له الضابط وقال له إيه النقطة الحمراء اللي في قميصك دي؟ نقطة حمراء. الواد افتكر انها طبعا نقطة دم، هو فكر في كل المكان مفيش اثر، لكن ما خدش باله يبص في قميصه، فاضطرب جدا وبان عليه الانزعاج ضابط البوليس لانه خبير ويفهم وعارف ان ده الوريث الوحيد، راح مسكه. الواد في اضطراب وقعد يعترف، بعد ما اعترف قال له امضي، طلع القلم بتاعه، اتاري قلم ابانوس بحبر احمر ونقطة من الحبر وقعت على قميصه، فهو افتكرها دم فقلق. دي جريمة مثلا قتل. بنت مثلا في قلة الزواج أحبت شاب والعاطفة زادت بينهم، وبعدين أخطأ إليها وأفقدها بكوريتها، تقعد في قلق يا ترى نتيجة الحكاية دي هيكون في حمل ولا مفيش حمل. فلو تأكدت بعد مدة
إن مفيش حمل تقعد عايشة في قلق. طب هتجوز إزاي وأنا فقد بتوليتي؟ هتنتهي الحكاية دي إزاي؟ وهل أغطي بطرق طبية وأغش؟ وهل اللي هتجوزه يكون يعني بسيط ولا عقله على قده ولا يقدر الحكاية تمر عليه ولا تحصل لي فضيحة لي ولعيلتي ويبقى القلق يتعبها سنين وايام بسبب خطيئة؟ كل إنسان يخاف من انكشاف خطيته يعيش في قلق. ساعات قلق يأتي من نوع تاني، طالب بيمتحن يبقى قلقان ما يعرفش الامتحان هيجي سهل ولا صعب، وإن كان امتحان شفوي ما يعرفش الأستاذ طيب ولا جديد ويجيب أسئلة معقدة ولا عادية، ويفضل عايش في قلق ويظل القلق معاه لغاية لما تظهر النتيجة. قبل النتيجة يا ترى هتكون ناجح ولا ساقط؟ وإن كنت ناجح هجيب مجموع ولا مش هجيب مجموع؟ وإن جبت مجموع هل يكون مجموع كبير يدخلني كلية محترمة ولا ولا ولا؟ ويظل القلق يتعبه. أو إنسان في جريمة تزوير أو جريمة رشوة، هل هتنكشف ولا ما تنكشفش؟ ولا ناس في مباراة مع منافس قوي، يا ترى هننتصر ولا ما ننتصرش؟ ويستمر القلق. أو جايز يجي القلق عند مريض جاله ورم، يروح يكشف ويحلل ويا ترى الورم ده يبقى خبيث ولا حميد، ونعمل ايه؟ وعلشان يسمع النتيجة يبقى في غاية القلق، النتيجة هتبقى ايه؟ او واحد راح دخل في عملية يبقى الآن يا ترى العملية تجيب نتيجة ولا ما تجيبش نتيجة؟ أو إنسان عنده قلق من تدابير الأعداء، فكل يوم أعداء يدبروا لي تدابير ويعيش في قلق. أو يخشى من خيانة صديق أو قريب أو خيانة شريك أو إيصال أمانة، أو يخاف من ذكاء شخص كتوم، يعني يبص نظرة كده يعرف كل الأمور لكن يكتم وما يقولش، ويقعد طول عمره يقول يا ترى عارف ولا مش عارف. وهكذا أي عمل يعملوا إنسان في الخفاء برضو يقول يا ترى عارف ولا مش عارف، يا ترى سجلوا لي ولا ما سجلوا ليش. أو زوج نظر لمراته كده نظرة مريبة وما قالش حاجة لكن هي في قلق، يا ترى النظرة دي وراها إيه؟
يكون عرف الموضوع الفلاني، يكون حد قال له، تقعد في قلق. الفلان زعلان مني ولا مش زعلان، تجيب قلق. انا فاكر في السنوات الاولى ليا في الرهبنة كان عندنا راهب موسوس كده، من ساعة امر عليه وانا ماشي يقول لي يا قدس ابونا انت زعلان مني، اقول له لا يا قدس ابونا مش زعلان، يقول لي الحمد لله الحمد لله. عنده قلق، اي كلمة الواحد يقولها جايز ياخدها بمعنى ويفضل المعنى ده يرن في مخه، والمعنى ده يجيب له ألف معنى. كذلك إنسان ممكن يكون في قلق قبل صدور الحكم عليه، يا ترى هيحكمه بإيه، والأفكار تلف وتقول. ولو حكموا عليه بالإدانة يقعد برضو في قلق، كيف تتم، كيف أواجهها، كيف أحتملها. في ناس يقعدوا في قلق من جهة خوف المستقبل، يا ترى المستقبل يبقى إيه. كتير قوي واحد موظف وطلع معاش مبكر مرتبه قليل يقعد في قلق ازاي هعيش. انسان كبر في السن ابنه ده هاجر بره، وابنه التاني جات له وظيفة في الصعيد، وابنه الثالث جات له وظيفة في بلد أخرى، وكلهم اتجوزوا وهو قاعد فرداني في الشيخوخة، يقعد في قلق. عشان كده احنا بنعمل بيوت للمسنين يستريحوا فيها على الآخر، وما يكونش فيه لا قلق ولا تعب. في واحد يقعد في قلق من أجل اختيار طريق الحياة، يوصل لسن معينة، يا ترى أترهبن ولا أتجوز ولا أكرس وأعيش خادم في الدنيا بتول أو خادم متزوج. يقعد حيران، بيجيب له قلق وتعب. وحتى لو أراد يترهبن يقول أروح الدير ده ولا ده ولا ده، ويقعد في قلق. أو إنسان يقلق لأنه عامل مشروع مش عارف ينجح ولا ما ينجحش، أو يخلق من أجل رهان معين، أو من أجل البورصة، أو من أجل مسابقات. المهم في علاج القلق إن الواحد يضع ثقة في ربنا إن لابد هيساعده. اللي عنده هذا الإيمان لا يمكن يقلق أبدا، حتى لو قامت الدنيا وقعدت هو مش قلقان. زي ما قال، نشرتها الأسبوع الماضي في الأهرام، أو
أولها حينما تجد كل الأبواب على الأرض مغلقة أمامك، ارفع نظرك إلى فوق فتجد بابا مفتوحا في السماء. الله الذي يفتح ولا أحد يغلق. وحط في مخك إن كل مشكلة لها حل، عشان كده ما تقلقش. ربنا يعطيك السلام والفرح. اتفضل وصل. الشخص الروحي يشعر أن حياته ملك للناس. وربنا أعطاه هذه الحياة لخدمة الناس ولإسعاد الناس.